İzmir'in Çeşme ilçesinden Yunanistan'ın Sakız Adası'na gitmekte olan yaklaşık 80 düzensiz göçmeni taşıyan botun battığı belirtildi. Batan botta 18 erkek, 16 kadın ve 21 çocuk, 55 kişi hayatını kaybetti. Kayıp olanların arama çalışmalarına devam ediliyor. Merhaba Salih. شكيفك؟ شكيفة بنتي؟ كتير اشتقت عليكي. انت رحت وانا ما حسن جيت معكي. وانا بدي اجي خلف كنا تركيا. يا روحي انت اخت قضاكي. دير بالك لحالك ولا بنتي. الو مرحبا، أنا اسمي عايشة السلاتي. أنا جيت من سوريا مدور لجوزي، طلع بالبحر بالجامي هو وبنتي. دخيلكن عينوني 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 أما لاقي. ألمت إناهم سحابوا إلى اليونان بالكرب، لكن كربهم ربما يكن قد عريق. ثم أنطلقت على الطريق وحدي، بحثت في كل مكان لكن أستطع الحصول على أي خبر من صلح ورويدة. يا روحي أنت يا روحي لكن كتير اشتقت عليكي. انكين انا مدور عليكين بالدروب، انا مدور عليكين بالجبال، انا مدور عليكين كل مطروب. اخت قضاكي الله ريت روح فداكي، الله يحفظكي. انا اشتقت كتير لريحتكي يا عيوني انتو يا روحي يا قلبي. مرحبا، شكيفي؟ İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Aydın'ın Didim ilçesinden Yunanistan'ın Leros adasına gitmeye çalışan mültecileri taşıyan bir tekne Ege Denizi'nde alabora oldu. Kazada 7'si çocuk 13 kişi hayatını kaybetti. Tekne Irak ve Suriye uyruklu 35 mülteciyi taşıyordu. Tekne bugün sabah saatlerinde Farmokisini adasına 1 mil açıkta battı. Tarrafu binas tayyibin fi Antakya. Arada Kemal. Al-zawaj minni. لكنني لم أكن مستعدا لحياة جديدة. السعادة صعبة على عمر تحمل عسر الحرب.